السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفكركم بما مضى من حديث مع حضراتكم في الفيديوهات السابقة، إن دي الدفعة بتاعتنا اللي هي درست 88 89 وخدنا الرخصة سنة 90، وكانت الظروف ما كانتش مهيئة كويس لشغل السياحة في سنة 90 بسبب حرب الخليج، وبالتالي اغلب الناس اللي شايفينهم حضراتكم دول ما شفتهمش ابدا بيشتغلوا في اي مكان من الاماكن اللي انا كنت بشتغل فيه. طبعا حضراتكم زي ما انتم شايفين الرحله بتاعتنا، المجموعه دي مكونه من شباب جميل ده، وفي ناس كبار في السن هنا مثلا على الشمال، ناس كبار في السن وشباب صغير كتاكيت وفي متوسط العمر، والدكتور عبد الحليم نور الدين اهو في الوسط، ومجموعة الشباب ديت وانا في الفوق اهو نمرة 2 من الشمال واليمين، وده عمود السواري، القاعدة بتاعت عمود السواري اللي في اسكندرية. دي المجموعة بتاعتنا اللي خدت الرخصة سنة 90. يعني انت بتاخد الرخصة بعد ما بتمتحن، بتاخد السنة الجاية اللي بعدها، يعني انت بتمتحن 89 بتاخد الرخصة 90 لما ان شاء الله تنجح. ورحلتنا في الفيديو ده ان شاء الله هتكون مع حاجة حصلت لي انا، كنت كلمتكم عن الايه المرشد اللي زي حالتنا اللي هو بيبقى جديد وما بيلاقيش شغل، وخاصة انه يكون مرشد انجليزي. انا زمان كنت اسمع ان المرشدين الالمان كانت شركات السياحة بتبوس ايدهم وتعمل معاهم عقود علشان يشتغلوا معاها لقلة عدد المرشدين الالمان، وطبعا المرشدين الانجليزي كان بالعدد يعني في الليمون. فكان شغلي انا في بيرمونا، الناس الجداد يعني اللي عايزين يشتغلوا بيرمونا في حاجات صعبة. انا حكيت لكم قبل كده عن الشركة اللي جندتني في المارينز وقصتي يوميها معاهم، والشركة اللي حدفتني في قلب الهرم الاكبر لمدة 6 ساعات في الظلام مع السياح. والمرة دي بحكي لكم حكاية كده ايه مثيرة جدا عن رحلة في بحيرة ناصر اللي هي كونها السد العالي، المحيرة الرهيبة دي 500 كيلومتر مربع، 500,000 كيلومتر مربع على ما أتذكر. وما كنتش أعرف إن في سياحة هناك في الأماكن دي، وكنت أتساءل طب في إيه سياحة هناك في البحيرة. أتاري في معابد تم نقلها أثناء بناء السد العالي، كانت غرقت أو كانت هتغرق ففككوها ونقلوها زي معبد أبو سمبل اللي حضراتكم شايفينه على الشمال ده. وفي بقى مراكب هناك متخصصة في السياحة في بحيرة ناصر. فالمهم اتبعت بحيرة ناصر في مركب زي اللي حضراتكم شايفينها دي، ودي بتبدأ من ايه السد العالي، ومن السد العالي بتبدأ في الإبحار، تبدأ في الإبحار من السد العالي في اتجاه الجنوب. وبحيرة السد العالي زي ما انتم شايفين كده عبارة عن مية مسطح مائي، والمسطح المائي ده فيه جزر صخرية زي ما انتم شايفين. ودي مركبة البرنس عباس، أحد المراكب اللي كانت هناك زي الأوجيني وزي قصر إبريم، دي مراكب جميلة جدا 5 نجوم. وإحنا كنا في الرحلة دي المركبة اللي هي الأوجيني، وهي بتمشي برفاص زي ما حضراتكم شايفين على الشمال كده، هي ده دايرة كده زي الساقية
مش مروحة، وبنتجه ناحية الجنوب، وبنقابل طبعا أول حاجة معبد كلبشة، وبعدين بنبحر من معبد كلبشة. طبعا معبد كلبشة ده جنب السد العالي على طول، مفيش مسافة كبيرة. بحيرة طبعا ناصر اللي مش عارفها، هي من أغنى بحيرات العالم بالأحياء المائية، منها السمك البلطي ده الجميل. سمكة البلطي بتوصل وزنها ل 8 كيلو 10 كيلو، وأسماك أخرى لا يعلم إلا بها إلا الله، والطيور الجميلة، وفي نفس الوقت الأحياء المائية بتحوي حاجات يعني احنا ما نعرفهاش حد دلوقتي، ومنها التماسيح الجبارة اللي بيوصل التمساح فيها ل 7 متر، حاجة مخيفة جدا. وطبعا اللي يعرف الحقائق دي فما يخطرش ان هو يروح ينزل جنب المية، جنب المية، جنب المية، يعني ممكن التمساح يطلع يخطفك وينزل بيك، حاجة شيء رهيبة جدا. كانت الرحلة التانية أو الاتجاه بتاعنا إن إحنا هنروح بعد كلبشة، هنروح نقف قدام معبد عمدة ده اللي انتوا حضراتكم شفتوه من لحظة. معبد عمدة ده معبد ده بيتميز بجمال مناظره من جوه، من الألوان اللي لا زالت موجودة. وهو المعبد ده ما تقطعش واتنقل، ولكنه اتنقل على قضبان سكة حديد، وفرنسا هي اللي عملت المشروع ده. ووقفنا بنقف بالمركب قصاد المعبد ده، بنوصل حوالي العصر كده، وما بننزلش نزور المعبد ده إلا تاني يوم الصبح. طبعا لما بنوصل من سد العالي لكلبشة، ومن كلبشة لحد طول النهار، فبندي محاضرات بقى عن البحيرة، بندي محاضرات عن بناء السد العالي، بندي محاضرات عن نقل المعابد، وأهم معبد طبعا هو معبد أبو سمبل ومعبد نفرتاري اللي هي زوجته. وطبعا بنكون تعبانين، فالمرشدين بقى بيخشوا يريحوا معايا حضرتك. وطبعا أنا دخلت الكابينة أريح، سمعت هرج ومرج وتسقيف وضحك وكده يعني، وطرطشة مية، فلبست تاني وطلعت علشان أشوف إيه اللي بيحصل فوق الصندق. فوجئت بإن السياح بيقفزوا في بحيرة ناصر فاكرينها حمام سباحة، وبالتالي هم مش مدركين للخطر الرهيب والجاسم تحت الماء، وهو التماسيح. وطبعا أنا مش قادر أقول لهم التماسيح ولا أي حاجة، وهم مبسوطين ومستمخين قوي من النط في المية، ومش مدركين الخطر المحيط بيهم. فأنا عايز أصرخ عليهم وأقول لهم اطلعوا، ده كان عدد كبير من الجروب، كان كبير، اطلعوا يا أخوانا من المية دي. بس بدل ما أنا أقول لهم وأصرخ لهم، رحت رايح على طول على مدير المركب وقلت له إن في مشكلة، مصيبة هتحصل، إن الناس لبسوا المايوهات ونزلوا في المية دلوقتي، وعايز حضرتك تحرك المركب عشان يرجعوا تاني يركبوا المركب، وتقول لهم إن إحنا هنتحرك نروح حتة تانية قصاد برضه المعبد، معبد عمدة. وفعلا المدير المركب سمع كلامي وطلب من الناس إن هي تطلع المركب تاني من غير ما نخوفهم ولا نقول لهم إن في خطر، إن التمساح ممكن، التمساح ده يعني حضرتك يلتهم إنسان
بكل بساطة بكل سرعة، ولا يمكن أبدا هتقدر حضرتك تنقذه، لأنه بيسحب البني آدم تحت وبياكله. فطبعا التمساح ده شيء رهيب جدا زي ما حضراتكم شايفين في الصور دي، وما تقدرش تفلت منه، لأنه بياخد البني آدم تحت وبيغوص بيه في المية. الشيء المثير بقى للاهتمام واللي حصل، إن أنا نمنا طبعا يوميها، والسياح ما يعرفوش الموضوع ده، مش عايزين نعرفهم احنا ايه ان في كان خطر بيتهددهم في الايه في البحيرة وهم كانوا جوه الماء. فعملنا ايه بقى؟ عملنا شاي وعصير وحاجات، خد بالك، على الصندوق، والناس خدوا دوش وطلعوا الصندوق يشربوا وياكلوا كوكيز وحاجات من دي وكيك، وبعد كده عشاء، وبعد العشاء في الغالب بيناموا. ولكن احنا بنبقى برضو نعمل محاضرة العصر او قبل العشاء، بنبقى جروب مقسوم نصين، وكل مرشد بياخد مرة يدي محاضرة مرة، والمرشد التاني يفوت يوم، والمرشد التاني يدي محاضرة تاني. فأنا كانت المحاضرة بتاعتي في أول رحلة ليا في بحيرة ناصر كان عن اللغة المصرية القديمة. بصراحة كان موضوع مثير، وكنت خايف جدا لأن أنا مش متخصص في اللغة المصرية القديمة، وكان التحدي هنا إن أنا نازل في جروب مقسوم نصين مع واحد قديم أصلا شغال على طول في المركب دي بايت فيها ما بيروحش، وأنا جاي بقى إيه أنافسه في الشغلانة دي. فكان صعب جدا الراجل ده الله يرحمه، وكنت سألته، ده معبد وادي السبوع في بحيرة ناصر بعد معبد عمدة، وفي معبد اسمه معبد المحرقة، ده بنعمله واحنا راجعين من أبو سمبل. نرجع تاني للموضوع، ليه أنا اديت المحاضرة في اللغة المصرية القديمة؟ لأن حاولت إن أنا يعني أسترضيه بإن أسأله إيه المحاضرة اللي هيعملها، فقال لي أعمل أي محاضرة ومالكش دعوة بيا. وطبعا دي بعض المشاكل اللي بتقابلنا، إن المرشدين ما بيتعاونوش مع بعضهم. ده برضو معبد عمدة نمر عليه كده مر كرام، اللي هو طبعا الناس الغير مرشدين او المرشدين اللي شافوا الكلام ده داخل معبد عمد. وطبعا في مقبرة صغيرة جنبه اسم مقبرة بنوت، للأسف الشديد اتسرق كل الحيطان اللي فيها، اللوحة اللي فيها، للبعد بتاع الآثار دي، وما فيش ليها حراسة يعني جادة علشان تحميها من السرقة. طبعا احنا عشان نزور المعبد ده قلت لحضراتكم بنقوم الصبح بنفطر، وبعد الفطار بننزل في لانش يودينا الايه الشط علشان نزور المعبد ده. الشيء المخيف بقى زي ما قلت لحضراتكم ان التمساح لو انت على البر قريب من الشط ممكن يطلع بسرعة، يجري بسرعة هائلة يخطفك وينزل في الماي. البحيرة دي طبعا مليانة حاجات مخيفة جدا، مش بس التماسيح، في عقارب، في الطريشة اللي هي التعبان اللي هو بيسخبي نفسه تحت الماية وينط في الهواء لما يشعر بحرارة أي حد جاي ويبخ في وشه في عينيه السم. فلذلك احنا بنقول للسياح التعليمات إن لازم يكون لابس بوت، لازم يكون لابس بنطلون طويل، لازم يكون لابس حاجة بكم من فوق، ولو في عصاية معاه يستحسن ياخدها معاه. يعني دي إيه الوصايا اللي هي إيه بنوصيها للسياح. ولكن إحنا ما كناش متخيلين إنهم ينطوا في المية علشان نقول لهم في تماسيح ما تنطوش في المية، ولكن قدر الله ما شاء فعل.
المشكلة بقى المخيفة هنا ان انت عشان تنزل من اللانش للشط بتاع الزيارة اللي احنا هنزورها، فبتمشي على لوح خشب. اللوح الخشب ده لوح صغير كده بنمشي عليه نعدي من اللانش للايه للشط. انا في الحتة ديت انا كنت خايف جدا وببص حواليا، لقيت العينين دي اللي انتوا شايفينها بتبص من الايه من المية. شوف حضرتك لما تبص تلاقي السياح ماشيين على اللوح ده وانا ماشي وراهم وشايف العينين دي بتبص من المية، والحمد لله انها كانت عينين تمساح بيبي، فما كانش فيه فرصة ان هو يهجم على السياح. حقيقة ده منظر ينشف الدم في العروق، واللي ينشف الدم اكتر ان انت ما انتش قادر تقول للسياح ان في خطر او مخاطرة ان انتوا تزوروا المكان ده. ولكن يعني الحمد لله وما كانتش اول رحلة، وبعد كده بقينا نحذر السياح من الكلام ده، ونحذرهم كمان من اللعب في الرملة او مثلا ياخد طوبة ولا زلطة من الرمل، لان بيكون في مستخبيين عقارب بعيد عنكم يعني تحت الاحجار دي، وقد يكون هناك التعابين اللي هي زي الطريشة دي. انا مش عايز اطول على حضراتكم، ده الجروب اللي كان معايا، وطبعا اتمنى ان كلكم تشتركوا في الشغل في بحيرة ناصر عشان تشوفوا الحاجات الجميلة اللي فيها، واتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم وتكرموني بالضغط على علامة الاعجاب تحت الفيديو في اليوتيوب، وتشاركوا الفيديو ده برضو لأولادنا وإخواننا اللي هم لسه ما راحوش بحيرة ناصر عشان يعرفوا البحيرة اللي فيها، وتشتركوا في القناة. شرفوني طبعا، شرفوا زميلكم الراجل العجوز جد المرشدين، مشكورين جميعا، وأتمنى للجميع كل خير وكل توفيق في حياتهم العملية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.